في سفارة الجزائرية في باريس، لما كان يشوفوا حالة بوني يجي كل نهاية أسبوع يحوس في باريس ويخرج مع سي مساوي محمد العقيد، مساوي محمد المدعو السابق اللي كان هو مسؤول مكتب الأمن، يخرج يحوسوا، كانوا يشوفوها نورمال. لما سمعوا منذ 48 ساعة بلي قالوا يزمو يهبط للجزائر باش يروح يعلق القران شتاع جنيرال، الناس عادوا ما يضويوش. نعطيك كاش تاع ناس كاين واش بيحصل له هذا الترقيات تتم حسب عدد من السنوات اللي تعديها في الرتبة ديالك. كاين ترقيات استثنائية ولكن لازم ماشي واحد اللي في مكتب العاص في الخارج، في مكتب أمن في السفارة في الخارج تعطي له ترقية استثنائية. سوف ويلا انه ما مشاش في الخطة اللي مشات ضد الطبون اللي تسن الجدارة ضد الطبون، وانه السيد هدايا باركش فضح التبون بعض الامور اللي كان التبون ما قدر يدير والو، شفنا كيف جابوا له دواسم ما دار بهم والو. المهم في السفارة سواء الملحق العسكري او ملحق الدفاع لانه الملحق البحري يقول الاسلحه في باريس من زمان مثلا مثلنا كلهم، لان كلهم عقداء، لانه القانون العسكري اللي داره جنرال محمد العماري يقول لك اعلى رتبه في منصب في الخارج هي جراد كوموندون كولونيل، كان جنرال. كانوا بكري كان بكري جنرال الله يرحمه سوامس اللي كان في الامن الداخلي في سنوات 80، جنرال حبيب مراد سوامس كان هو مسؤول مكتب باريس، كان نيفو اخر ماشي يجي يرشحوا لد فلان ولا ولد فلان. كان كذلك في الجامعه العربيه في مصر جنرال كان في الاكاديميه العسكريه، كان كوموندون عرفته انا في الاكاديميه العسكريه تاع شرشان، كان جنرال يعني كانوا دي جينيرو في الخارج. العماني قال خلاص كولونيل ما تفوتش، اللي يطلع جنرال يدخل. وهذا اللي حصل لعلي بن داود اللي كان يقضي تشينا اللي مات بوتفليقه الله يرحمه على كل حال، وكان خدام حزام عندهم، كان خدام عند اللي بوتفليقه باش ترشح باش تروحوا جنرال، ويجي تروحوا رئيس الجمهوريه. تروحوا جنرال دخلوا، دخل الجزائر كي دخل عطاو الامن الداخلي بعد دخل صاروا راحوا برا، ما تغورش فيها جنرال صاروا شكون يطلعوه راح. دونك هذا السي الصادق اللي هو مسؤول مكتب الامن بالسفاره في باريس ما عنده حتى مؤهلات اللي يخليه، ولا ما قام بحتى عمل اللي يخليه يستفاد من ترشح استثنائي بروموسيون اكسيبسيونيل. زيد السيد هذا عنده اربع سنين في رتبه عقيد. كيفاش حتى يسيب روحو مرشح كراد جنرال؟ رغم من جهه السيد صاحب خالد تبون، وقتها صاحب خالد تبون لما كان تبون في بيرنا يداوي، ودوك هو كان في المكتب
تاع السفارة تاعنا في برلين. خالت بون صح وداخل كل كلام صح بود الرئيس. ديجا كان محقوش يدير لما كمل برلين، كان المفروض يدخل هو لا من برلين مشى لباريس. في باريس السيد في خدمة خالد تبون، في خدمة خالد تبون طبعا الذي كان سي خالد يطلع ليه يسفي يدير واش يحب ولا يقوم به. هو ماهوش كاش دراهم ولكن السيارة هذه باش يرفع بيه باش يحس روحو راهو حاجة لخالد تبون. لما الناس شافوا بلي سي صادق راح يطلع جنرال، كان عقدة عندهم 15 سنة في رتبة عقيد في جهاز المخابرات. إذن 15 سنة ما طلعوش، دونك سي نورمال جماعة تدمر السعودية في الداخل ولا في الخارج. على بالهم كيفاش شنقري معنا، لانه لما تعرضت على شنقريحة ترقية الصادق كان رفض مع الاول، ولا تبون قالوا لا وذا ومنا ونديروه هذه طبل اكسيبسيونيل سكت، لكن كان رفض حسب المصادر. نقول لك انا المصادر اللي حضرت لي هذا، واللي معلوم كان رفض. لما تشوف انت ضباط نديرهم في الخارج المفروض راهم في رتبة جنرال، لك مثلا القنصل تاع الجزائر في ليون خدم معايا، كان عندي في المكتب تاعي في الامر الخارجي وليد هائل قدام كامل. بون بعتو القنصل لا يبلوكي معايا عادش يطلع المفروض فيا دخلوا، ولا ما جاش قنصل دخلوا عادي لو كان جينيرال سمعت وعنده كفاءة. كاين ليتون كولونيل وكمان مدير مكتب الأمن قنصلية بوبيني باريس. كم عام هو في جراد ليتون كولونيل؟ يعني كيف كيف ما يترشحش. ناس راهي ولات الان ترقية في الجزائر، ولات يدخل ولد رئيس وبعد ولد رئيس واش كاين؟ سام تي ترافيكون كي هو كي خوه محمد يبز السمعة واحد يقولوا عنه بالخيام، لأن قال له جد في الملف عندنا اللي نجيب نضربو سينا لعلاه بالخير. هذا ان كرون ترافيكون، ان كرون ترافيكون فرودور تاع الفيسك بالكوارت، نعطيك بالكوارت ينزل يقول لك هام كوارت كاش. هو عايش في ظهر ولا تبون، ولا تبون دايرينو دوفونتور قدامهم سمعت، ومشى مشيه مالغري دايرين دراهم عجب، ولا تبون دايرين دراهم عجب ولكن مشى مشيه. اللي مربي على الشر يبقى ديما في الشر. دونك هايديك الجيش هذا اللي دار سينما في الأكاديمية، شوفوا شكون اللي راهو يرشح من جراد كورونيل الجنرال. أديو لالجيري، أديو لالجيري، ما بقاتش الجزائر، ما بقاتش الجزائر. نعديو نشوفوا الآن هذه الجزائر اللي
يقولون باللي ظروف المعيشة فيها مليحة والبارح بصباع زرق قال لنا مشكلة الماء تحل، هي ضرب المرور كيفاش تحل مشكلة الماء. إذا ها هي الصور عن الجزائر التي تستعد لتبون طالب منها تزيد دار الشحوم. شوفوا هذا بعد شيء.